وكان توما فوزوفسكي صدر ضربة جزاء من هونس. لقاء بقى ضمن المجموعة الأولى، لقاء يجمع ما بين هولندا والأرجنتين والكرة الشاملة وعصر جديد في كرة القدم، هدف لكرويف ثم هدف لرود كرول. شوف رود كرول في الدقيقة 25، قنبلة كرول في الدقيقة 25، وكان كرويف في الدقيقة 11. مجموعة كانت بتضم أيضا البرازيل وألمانيا الشرقية، ثم هدف آخر للنجم ريب. شوف كرة عرضية من كرويف، الحقيقة كان بيقود هولندا باقتدار، وادي النجم جوني ريب في الدقيقة 73، وهدف آخر للنجم كرويف بقى من زاوية صعبة قوي. يبقى النتيجة 4-0.